رسميا نادي ريال مدريد بطل لكأس السوبر الأوروبية، وهذا بعد تحقيقه الفوز على نادي أتلانتا الإيطالي. وكان ريال مدريد هو بطل دوري أبطال أوروبا في مقابلة بطل الدوري الأوروبي، واستطاع فالفيردي تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 59 بتمريرة حاسمة من اللاعب بيلينغهام، فيما أضاف المتألق الفرنسي كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 68 بتمريرة حاسمة من المهاجم البرازيلي فينيسيوس. وبهذا ريال مدريد يحقق لقبه السادس في كأس السوبر الأوروبية. وإذا عدنا إلى المباراة، فكان ريال مدريد تقريبا مسيطر على المباراة، فالتسديدات ريال مدريد استطاع تسديد 13 مرة على المرمى فيما أتلانتا 7 مرات. أما التسديدات على المرمى فاستطاع تسديد ريال مدريد 6 رميات مقابل تسديدتين فقط لأتلانتا. الاستحواذ كان لريال مدريد ب 52% فيما أتلانتا 48%. التمريرات وصلت إلى ريال مدريد 548 تمريرة فيما أتلانتا 503. دقة التمرير وصلت إلى 87% لريال مدريد و 85% لنادي أتلانتا. الأخطاء كان 12 خطأ من جانب ريال مدريد و 19 خطأ من جانب أتلانتا. البطاقة الصفراء كان هنالك تساوي 2 للريال و 2 لأتلانتا. البطاقة الحمراء لا يوجد حالة تسلل واحدة فقط على أتلانتا. الضربات الركنية 5 ركنيات لريال مدريد وركنيتين لأتلانتا. مباراة كانت جيدة ومثيرة، واستطاع حسمها النادي الميرينجي بتحقيق فوز مستحق بهدفين لصفر، وبهذا استطاع ريال مدريد تحقيق لقبه السادس في هذه البطولة. فهنيئا للريال، وأول لقب لكيليان مبابي بعد سنوات عجاف مع باريس سان جيرمان في البطولات الأوروبية.